شكرا للزميل طارق الحماد، شكرا للكابتن صالح الجاود والكابتن خميس الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحبة الكرام عبر قنوات السعودية الرياضية، نجدد الترحيب بحضراتكم في واحدة من المباريات التي تأتي ضمن الجولة رقم 20 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدا هنا في ملعب الجوهرة، وتحديدا الماضي الكبير والغياب الكبير أيضا للفريقين كاريلي. مشاهدينا متابعينا هناك، وبحثا بالتأكيد عن أسماء تكون مع روما الصافرة تبدأ في هذه المباراة. روما الذي ما زال موجودا، وعبدالله الحمدان سجل هدف فريق الشباب الوحيد في تلك المباراة. عبدالله الحمدان لا يبدأ المباراة، الكرة تصل لمن يبدأ المباراة، لمن يبدأ المباراة؟ روما الكرة الأولى تهدف. نشوف ونتابع محمد سالم في نص الملعب، يرسل الكرة في مكان سليم في الجهة اليمنى حسن معاذ، عادت إلى الفريدنداي، الفريدنداي يرسل الكرة. هذا الفريدنداي أكثر لاعب خذ كروت صفرة في الدوري. الكرة تصل إلى من جديد عالية من جوانكا، بيرسل الكرة في التصويبة. يا رب يا الله، الاعتذار له طريقة واحدة، هذه هي يا ماكيتي، هدف يسجل عن طريق الليث، عن طريق الشباب. لم يعد الليث بلا أنياب، معهم ديوب. ضربة أولى، هدف أول، احتفالية أولى، ارتفعت الأعلام. يا كاريلي انظر إلى الكرة وانظر إلى الرئيس، إنه لا يبتسم، يريد أن يؤجلها إلى الابتسامة الكبرى، لكن التمريرة هدف، التمريرة يا كوانكا، الله على الهداف. انظر إلى اللقطة للمهاجمين، طريقة واحدة للاعتذار، هذه هي، عن ركلة الجزاء، عن الخسارة التي كانت أمام النصر. ديوب يضرب، ديوب يسجل، ماكيتي يميري إلى روما، يحاول فيها روما، إن لم يسجل فإنه يصنع في العميد، لكن الله على عبد المجيد، الله على صليهم، الله على الصناحة. الكرة تصل، أسبريا راح، أسبريا راح، أسبريا تأخر فيها، تأخر فيها في اللقطة الماضية إلى حمدان الشمراني. حمدان يتقدم، الكرة بيرسل الكرة في مكان سليم، هذه فرصة، هذه تصويبة، الكرة كانت قوية لكنها اصطدمت. محمد سالم مرة أخرى بيرسل الكرة إلى أسبريا، أسبريا البحث عن المرتدة لكن مقطوعة، لكن مرتدة. الاتحاد يسيطر الآن، يبحث عن ردة الفعل الآن، عن العودة الآن. التصويبة تأتي أولا، منصور من جديد، عرضية تأتي، هنا الكنترول، روما عدى، بوني عدى، الكرة كم يشير إلى هدف، وبوني يقول لست وحدك يا ماكيتي، من يعتذر؟ أنا أحتاج إلى الاعتذار، أنا أحتاج إلى الاعتذار. بوني يفعلها ويسجل اليوم، ما بين اعتذار هذا واعتذار ذاك، تعادلوا الآن 1-1 بعد 16 دقيقة. يا ويلفريد بوني، لاعبو الشباب يحتجون على حكم المباراة في هذه اللقطة، والجدل يستمر والأحاديث تستمر، وجماهير الاتحاد ما زالت حتى الآن لم تنسى إلغاء هدف روما في الجولة الماضية، ولا تريد أن يلغى هدف بوني في هذه الجولة. هذه كرة منصور الحربي، وهذا روما، واحتجاج لاعبي الشباب بأن روما كان عائدا من التسلل. نشاهد ونتابع هذه اللقطات، ماذا سيقول الفار؟ هذه ركنة بوني
ما بين هنا وهناك، ما بين اللقطة هنا وهناك، ما بين البيانات، ما بين الاحتجاجات، ما بين الغليان الذي نشهد ويشهد بطولة وتشهد بطولة الدوري السعودي. هذه اللقطة عودة روما في اللقطة الماضية، والحكم يشير إلى هدف، والاتحاد يحتفل في هذا التوقيت. هذه اللحظة وهذه اللعبة. الآن كاريلي يتنفس الصعداء في اللقطة الماضية، والحكم في الفار يؤكد هذا الهدف، والجدل سيستمر ولن ينتهي بالتأكيد في بطولة الدوري السعودي. استمع إلى صوت جماهير الاتحاد، جماهير الشباب تنفذ. الآن سجل بعد أن سجل اللاعب الآخر ماكيتي ديوب. الاتحاد من جديد، روما من جديد، روما يحاول يرسل كرة، روما في نص الملعب، روما دار، روما لف، روما يحاول، الكرة تعود مرة أخرى. حكم المباراة يحتسب خطأ في هذه اللقطة، والخطأ يحتسب في كرت أصفر، كرت أصفر. مباراة راح تشوف الذكريات، انسوا الفترة والحقبة الذهبية، لا حديث الآن سوى عن المستقبل، سوى عن القادم. عبد الإله، انظر إلى القادم، انظر إلى المستقبل، إلى الضربة، انظر إلى الرأسية، انظر إلى النمر الذي ينفجر غضبا، انظر إلى الدفاع الذي يتقدم من أجل الهجوم، انظر إلى الضربة 2-1، انظر إلى انقلابها. يا سلام على الاحتفالية، هذه عادات الدفاع يا حمدان، هذه عادات المنتشر ورضا وذكريات أسامة وعسير وكل من يأتي. دفاع الاتحاد عبر الزمن ما هو إلا هجوم آخر، هجوم آخر ارتقى في اللقطة الماضية. انظر إلى حمدان كيف قفز، كيف سجل في اللقطة الماضية. النتيجة تصبح مشاهدين 2-1، 2-1، هذه صرخة النمر، 2-1. الآن احتجاجات مستمرة على حكم المباراة، يا لها من قمة، يا لها من بداية. 20 دقيقة مباراة تشوف المراكز في الجدول تقول لا بعيدة ما فيها شيء، لكن انظروا الآن ماذا يحدث في 20 دقيقة من تقلبات. غارسيا لا يصدق المشهد، كان فريقه متقدما وفي غمضة عين، إنه النمر. 2-1، 2-1 مشاهدينا متابعينا. الآن يعيد حكم المباراة التنفيذ، وهذا حكم المباراة الآن في حديث مع غارسيا. أوه حتى غارسيا انذار، لا 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 لا، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي وهدوا. ترى المباراة في النهاية يعني طيب في البطولة العربية في الخروج المغلوب كيف راح تكون، كيف راح تكون؟ الآن مباراة ما فيها لا خروج مغلوب. غارسيا يحصل على كرت أصفر في هذه اللقطات، وفي الجماهير بتشجيع مستمر وإثارة مستمرة وغضب واحتجاج على حكم المباراة في بعض القرار. جماهير الشباب غير سعيدة بقرارهم بالتأكيد في الهدف الأول، ولاعبو كانوا يحتجون، لكن الآن 2-1 صارت النتيجة. آخر مرة حضرت 2-1 هذا توفيق بلغيت هاتريك سعود في تلك المباراة العاجي وباكولا هاتريك، ولكن الآن انظر إلى الاستلام، التصويبة يا سبيريا، الكرة عادت ومرت وقت الماضية، ولكن غارسيا والكرة بتحول إلى ضربة مرمى. شوف كرة ماكيتي، وشوف هذه اللقطة اللي كان فيها أيضا الاحتجاج واللي أعاد تنفيذها حكم المباراة، وبعض الحالات بالتأكيد التي سيكون الزملاء في الاستديو التحليلي، وستكون أيضا تغطية متواصلة عبر قنوات السعودية الرياضية في تحليل كل الحالات التحكيمية الخاصة بهذه المباراة. كرة تصل في نص الملعب مرة أخرى، مقطوع، الله على كريم، الله على قطع الكرة، بيرسل الكرة إلى روما، لاعب على لاعب ممكن يعدي، ينتظر القادمين من الخلف، روما بنظرة صناعة، عادت الكرة اليمنى، بيلعب الكرة، الكرة تصل إلى جوانكا، عادت إلى عبد المجيد الصليهم، الله على كريم، قاطع الكرة، الكرة تعود، انظروا ماذا يفعل كريم، انظروا ماذا يفعل كريم، انظروا إن سجلها العميد فهي من كريم، من كريم، من كريم، من كريم. الكرة ما زالت، لكن فاروق بن مصطفى ثلاث نقاط، الكرة ترجع من جوانكا، بيلعب لكرة حسن معاذ، يبحث عن العودة للشباب، عرضية رأسية، الكرة تبعد يا رب، لكن هناك صافرا في اللقطة الماضية. إدارة المباراة
الهدوء، الأعصاب، محاولة الخروج أيضا، محاولة العودة أيضا. الكرة بتصل باتجاه الفريتنزاي، روما يقطع الطريق، الكرة بتتحول الآن، شوف سرعة طلب الكرة من عبد الرحمن العبود مع السعود في الجهة اليمنى، الله على فتح المساحة، الله على التقدم، لكن التمريرة لأجلهم، الكرة تعود إلى خالد السميري، يرسل الكرة إلى روما، روما بيلعب الكرة إلى بوني، بوني سلم، بوني استلم، بيرسل الكرة إلى عبد الرحمن العبود، لاعب على لاعب، عرضية، تحرك، لكن الكرة طالت ولا يتواجدان في القائمة أو في المقدمة على مستوى هذه المسألة. والكرة بتتحول الآن من جديد، بوني بيحضن لكن سلامات. شوف بوني وقف بعد إصابة محمد سالم، حضن عليه لكن في انذار، في انذار الحكم يعرف. اللعب سيستأنف. شوف هذه اللقطة، وانتو بوني مع حكم المباراة. شوفوا وفاول هناك من اسبريا على الحكم. سحب أربع كرات ثابتة في هذا الموسم هو الأكثر، لكن بوانكا فيها فرصة، هي من بعيد لكن شكلها مغري، لكن وين يا بوانكا؟ حطينا مقدمة وبوانكا بعيدة يا سيباستيان. فرحة كبيرة كانت بتسجيل الهدف، لكن أسبريا يحاول، الله على قطع الكرة بشكل ممتاز، خاطئة كانت من أسبريا. روما في المرتدة، روما في المرتدة، روما خذ مكان هنا، الاستلام يعود بالكرة، ولكن حكم المباراة يشير إلى رمي التماس من سعود عبد الحميد. سعود ممتاز، سعود يتقدم، صارت مرتدة، صارت مرتدة، عبد الرحمن طلب الكرة في المساحة، فيها فرصة ثالث، فيها فرصة ثالث، لكن الله وليست للشباب في هذا التوقيت. سعود عبد الحميد بيلعب له كرة، بوني في منطقة الجزاء مراقب، لكن قطع الكرة يأتي من خالد السميري، والكرة تصل بعد ذلك إلى حارس المرمى فاروق في خط الوسط. وصافينا مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات السعودية الرياضية، تلي أحداث شوط المباراة الأول، الشوط المثير، الشوط الثاني في ختام الجولة رقم 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شوط المدربين، شوط النقاط الثلاث أو على الأقل نقاط تجربة في السعودية مع فريق الوحدة، المدرب اللي عنده عدة ألقاب هناك في البرازيل. الآن ثاني مباريات، سعود عبد الحميد ينطلق، سعود يتقدم، سعود بينية، الله على الاستلام، الله على المرور، كرة بتصل إلى بوني يحاول فيها الحميد، الكرة تعود في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحمن العبود. لا تغييرات في الأسماء كما ذكرت، روما الله على التمريرة، الكرة تصل في مكان معبود، عرضية، لكن الزوري بيخلص. الجهة اليمنى للشباب، خالد السميري، ربما يفكر غارسيا في إيقاف أيضا جبهة سعود عبد الحميد أيضا وعبد الرحمن العبود، لكنها لا تتوقف، لا تتوقف، انظر إلى عبد الرحمن، انظر إلى العبود، لمسة روما، الله على دقيقة. مباراة ممكن فيها أفضلية للاتحاد في الفترة الأخيرة، لكن قابلة بالتأكيد للعودة من جانب فريق الشباب، قابلة للإضافة أيضا من جانب فريق الاتحاد. سلامات إن شاء الله. عاد ويتحدث فيه عن الرغبة في هذا هذه الفترة، كريم الأحمدي قال لو لعبنا بقية المباريات بنفس الحماس الأكثر بعد، لكننا متأخر حتى الآن أمام هذه المدرجات التي تشتعل والتي تشجع والتي تؤازر والتي تقف في كل المواعيد مع فريقها بحثا عن موعد. قول يا سلام على الكنترول، المهارة الفردية، الاحتفاظ بالكرة، ثقة ليلعب فيها روما، هنا التحضين، البحث عن تغيير الاتجاه، مراقب متابع لا يخسر كرة بسهولة، يا عيني يا روما، بوني لان تحضين، هناك خطأ، شوف روما ومتعة روما الكرة تصل مرة أخرى في مكان سليم، فيها التمريرة، تعود الكرة فيها الجهة اليمنى، فيها محاولة مع سعود عبد الحميد، الله على الوانتوم، ينطلق، يتقدم الآن، الكرة ما زالت، والكرة ما زالت، الله على التسرع لنشاهد فرص قليلة حقيقة في شوط المباراة الثاني، لكن الفرصة قد تكون بهدف، الكرة مقطوعة من برونو بعد غياب عن المباراة الماضية. شوف التصفيق والتحية التي أتلقاها كريم الأحمدي والذي يترك مكانه للاعب الواضح في الصورة ليوناردو جيل أو ليوناردو. كمية الكرات المقطوعة اللي في الشوط الثاني غريبة عجيبة، غريبة عجيبة. سلامات يا كريم. الآن تصبح مرتدة إلى تركي العمار، مراقب متابع من عبد الرحمن العبود، خلصها أبعدها، شوف القتال، شوف الكرة البينية، المتابعة لليوناردو، تسويبة يا الله، استلم
في أن يتصرف سعود عبد الحميد. سعود حاول الكرة بالطول والكرة بتتخلص من عبد الله الزوري. عدى عدى الآن عبد الله مراقب عرضية إلى ماكيتي. هفة من حارس المرمى مستحيلة يا ماكيتي. الكرة باعت في اللقطة الماضية. يقول لهم ما شوف ما شوف لاعبي الاتحاد في الكرة الثابتة. هذه اللحظات الآن على تنفيذ الكرة الثابتة اليونان دوجل والستة نمور في منطقة الجزاء. يتقدم يلعب للكرة يا رب لا يغرك مركزه وتنسى الاسم لا يخدعك موقعه. هذا الاتحاد هذا العميد. الاتحاد قمة أيا كان موقعه موضعه مكانه. ثلاثة يا حمدان ثلاثة يا شمراني. الثالث يأتي عن طريق العميد عن طريق الدفاع. بالدفاع يدافعون عن الحظوظ والآمال وكل شيء. انظر القائم الذي كاد أن يكسر. انظر إلى المتابعة. شوف ليوناردو جل الله يا القوة. الله على المتابعة من حمدان الشمراني. ليلة المدافع حمدان ليلة الشمراني ليلة القادمين من الخلف بالرأس أم بالأقدام. حمدان يسجلها. هذه عادات دفاعات الاتحاد. 3-1 لا يغرك وتشوفه قبل الأخير وتقول موقع متأخر. هذا في المركز 13 يبقى الاتحاد. 3-1 ليلة حتى الآن اتحادية في أرضية الملعب وفي المدرج. حكم المباراة يحتسب الهدف. وسط فرحة جماهير النمر وصل شهد أسبرية ولا ماكيتي ولا سيبا ولا جوانكا. انظر إلى التزام الاتحاد. قطع الكرات. الله يا روما الله يا بوني الله على المرتدة الله على العبود. انظر إلى السرعة النمور في أرضية الملعب. أي روح الآن يلعبون بها. هناك صافرة هناك انذار هناك كرت أحمر. انظر إلى هذه النقطة الآن. إنهم يحتفلون بجنون. الفريدن داي أكثر الحاصلين على الكروت في دوري كثير من التي كانت قبل قليل. وعبد الإله يتركها ليوناردو لا يتركها لا يتركها. لكن الكرة مرة لا 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 كرة ثابتة. كلام كبير شباب. وكيف يلعب على الكرات المرتدة هذا الاتحاد. عبد الرحمن العبود يرسل الكرة إلى سعود تعود إلى خالد. وصلت في نص الملعب إلى عبد الإله. الله على التحرك الله على الاستلام الله على روما. مستحيل مستحيل. هناك لاعبون شعروا أنهم ينتمون إلى الجيل الماضي. هذا أحدهم. وجوه الفرح قليلة هنا لكن هذا أهمهم وأهمها عميدهم برعاية النمر روما. عميدهم برعاية النمر روما. لا يمكنني هذه الليلة أن تكتمل بدون هذا النمر بدون هذا النمر. الله على الطلب على الاستلام على النهاية على الضرب على الكرة على التسعين والتسعيني. يا له من تسعيني يا له من تسعيني يا روما. الهدف يحتسب. هذا الهدف هذا الهدف لا يمكن له إلا أن يحتسب يا فاروق يا بن مصطفى. لا يرد. الشباك قطعت من روما. النتيجة حتى الآن 4-1 4-1. تمريرة كانت. هل هناك تشيك بار أم ماذا؟ هل يلغى الهدف أم ماذا؟ أم الموضوع تغيير ما تغيير؟ الآن نشوف 4-1 نتيجة كبيرة نتيجة كبيرة. الهدف يحتسب بالتأكيد. 4-1 يا لها من ليلة يا لها من فرحة يا لها من تمريرة من حلاوة هدف روما. نسيت اللي مرر. يسامحني يسامحني لأن التمريرة أقوم. لذلك النمر الذي كان لا يرحم أبدا. أوهو الآن تغيير. عبد العزيز البيشي مكان عبد الرحمن معبود. اللاعبون الذين قدموا أداء كبيرا. عبد الرحمن أحدهم بكل تأكيد. لكن حقيقة روما تشعر بمنتهى الجمال. الكرة بتتحول الآن عرضية للشباب.
4-1 وصلنا للأربعات الآن ورح نتكلم عن الأربعات، لكن شوف الكرة المرتدة، النتيجة ممكن تتغير في أي لحظة، في أي لحظة. مش ممكن الاتحاد، مش ممكن الاتحاد. ماذا حدث للنمر الآن؟ انظر إلى روما، انظر إلى الاتحاد، انظر إلى العميد الذي يعطينا وجهه الحقيقي، صورة ذكريات ماضية تاريخة. يا لها من هيبة، يا لها من ليلة، يا له من مباراة، يا له من حدث، يا له من روما. هذا من يحملهم على أكتافه في هذا الموسم. الله على الخامس، على التسعين، النتيجة تتبدل بين دقيقة وأخرى. انهار الشباب أمام هذا النمر، انظر إلى هذا النمر، هذا الاتحاد الذي لا يرحم. شوف قطع الكرة، شوف قطع الكرة، شوف الانقضاض، شوف عبد العزيز البيشي وصلت إلى روما. روما طريقهم الأول، طريقهم الوحيد، إنه بالتأكيد ينتمي إلى الجيل الماضي، ولكنهم يبنون عليه المستقبل بكل تأكيد. احتفلوا معكم روما، احتفلوا معكم هذا الروما. 5-1 في واحدة من النتائج الكبيرة، في ليلة ينهار فيها الليث، ينهار فيها الشباب في شوط المباراة الثاني. ويلفريد بوني خرج بعد أن سجل التعديل وترك مكانه لتغيير الآن في هذا التوقيت أنيس البدري، يريد أن يدخل إلى الأجواء. كاريلي يريد من أن سبق وأن فاز الاتحاد 4-0 في 2003. حمزة دريس وفي مارسيلو ومرزوق العتيبي، و4-0 في 2009 فاز الاتحاد، نايف هزازي هدفين، سلطان النمري هدفين. النتيجة ليست جيدة اليوم، ليست جيدة لكنها خالدة يا خالد. تقول بأن الشوط الثاني لم نشاهد الشباب، ما في خطورة واضحة للشباب، بعكس الاتحاد اللي يحافظ واللي يدافع ويعتمد على كرات مرتدة. الآن نشوف هذه اللقطة، واحد أتحدث عن الفارق لأن في 7-4 لكن الفارق 3 أهداف، هذه 5-1 كأكبر انتصار في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري. الله على التمرير، الله على الاستلام، أنيس البدري الآن وقوف، سيطرة، محاولة، تلاعب، محاولة، ما زالت للاتحاد. الكرة في الجهة اليسرى، يمكن فيها السادس، يمكن فيها السادس، لكن الكرة تباطأ. استلام، محاولة عن طريق البدري، عن طريق البدري في الأوقات الأخيرة يا بدري، فرصة لإضافة هدف، لكن الدفاعات الآن تقطع الطريق والكرة بتتخلص والوقت بدل الضايع يقترب مشاهدينا متابعينا من النهاية. لكن قبل النهاية ما زالت هناك لقطة نهاية، لقطة نهاية، راية التسلل يا عبد العزيز، هذه قبل أن تحول إلى الفار لا تحتفل فيها. 5-1 والعميد لا يريد أن يتوقف، لا يريد أن يرحم، لا يريد أن لا يستثمر هذه الليلة، وكأنه يريد أن يعوض جماهير للعميد. كرة تتحول في نص الملعب في مكان عبد العزيز، نقلة، تمريرة، روما استلام الآن، روما بيرسل الكرة في مكان تمريرة، الله على ليوناردو، والله على الكرة، السادس جاي، السادس جاي، الكرة بتتخلص يا الله في الوقت بدل الضايع، ضاعت الكرة، تحولت الكرة، المحاولة ما زالت من جديد، والكرة تصل مرة أخرى. روما وضع بصمته النهائية على خماسية العميد الكبيرة في ليلة ستبقى تاريخية في لقاءات الفريقين في بطولة الدوري. مبروك للاتحاد وجماهيره في كل مكان، هارتلك وحظ أوفر من الأعمال.